أخي العزيز محمود، بعد السلام والسؤال عن صحتك الغنية، نتمنى إنك تكون بخير ولبنا معاك، وربنا ينصرنا بإذن الله وترجع لينا في القريب العاجل لتحمل إلينا بشرى النصر. وبعد أعرفك أننا جميعاً بخير، ولا ينقصنا سوى رؤياك الغالية. أما عن ماما فهي بخير وتدعو الله بالتوفيق بالنصر. كذلك بابا يهديك ألف ألف سلام. أما عن شكل فقد كان في إجازة من يوم 26 إلى يوم 4، ويهديك أيضاً السلام. وأرجو منك أن ترسل إلينا إن أمكن أي خطاب أو حتى تتصل بالتليفون للاطمئنان عليك، وخصوصاً لكي تطمئن ماما وبابا وربنا الموفق والمعين. إلى اللقاء في القريب العاجل، ويكون يوم النصر بإذن الله. أختك فاطمة. يهديك عادل ومجدة ووفاء، وأنا أهديك ألف ألف سلامة.